نعم، الجزئية الثالثة في هذه الرسالة تقول: إنني كنت حامل في الشهر الثاني ونزل الوليد بسبب مني، فماذا أفعل وما الحكم علي؟ إذا كنت فعلت ما أسقط الجنين من بطنك فإن هذا يعتبر من القتل الخطأ، تجب فيه الكفارة، تجب فيه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين. وأما دية الجنين فإنها تكون لعصبته، إذا طالبوا بها تدفع إليهم، وإن سمحوا بها فلا بأس، لكن الكفارة لا بد منها. نعم.